وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل. بعد التحية، كيف تقرأ برنامج الحكومة الذي تناقشه اللجنة خاصة بمجلس النواب؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. الحقيقة بيان الحكومة يعني هو متطابق تماما مع التكليفات اللي أسندت إلى دولة رئيس الوزراء من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في القلب منها هو المواطن المصري ورفع عن كاهل المواطن المصري كل التضخم غلاء الأسعار والعمل في هذا. الحكومة الحقيقة ابتدت بالتشكيل في تغيير في السياسات، احنا شايفينه بدمج بعض الوزارات واستحداث بعض الوزارات باستحداث مجموعات وزارية، يعني التغيير في هذه الوزارة أو الوزارة الجديدة ليست فقط تغيير أسماء أو أشخاص بأشخاص، لكن إن جنرال هو تغيير السياسات، وده كمان متطابق مع أو بيدينا إن الاختيارات في معظمها اختيارات جيدة جدا، لأنه لما استمعت إلى حوارات والسادة الوزراء بعد حلف اليمين، الطريقة والسياسات اللي فكروا فيها هي طريقة جديدة متطورة، سواء كان اللي صدر على سبيل المثال يعني من السيد معالي وزير التموين أو من معالي وزير المالية أو من التصريحات اللي صدرت عن الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والصناعة الذي يشمل الوزارتين. الأداء والطريقة مختلفة، والحقيقة احنا من البداية خالص قلنا انه المعيار الرئيسي والمحك الحقيقي لنجاح هذه الحكومة هي كسب ثقة المواطن. خلينا نقول ان ده ابتدى يترجم، وده اللي كان بيشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطالباته للحكومه الجديده، هي استراتيجيه بناء المواطن المصري والانسان المصري من خلال الصحه والتعليم وكمان توفير حياه كريمه له بكل شيء. الحقيقه في بيان الحكومه وحتى في المؤتمر الصحفي اللي عقده بعد الاجتماع دوله رئيس الوزراء كان واضح جدا في انهم الموضوع بالنسبه لهم في الاستراتيجيات في الشغل متقسم الى عاجل ومتوسط وبعيد المدى. عايز اوصل لحته بس قبل قصه بدايه الانسان المصري او عاجل الشخصيه المصريه، هي الجزء الرئيسي في الموضوع وهو كسب ثقه المواطن. الحكومه عليها كسب ثقه المواطن، لانه مهما بلغت التحديات سيظل العامل الرئيسي والمؤثر في نجاح هذه الحكومه هي كسب ثقه المواطن، لان هو العامل الرئيسي في الوقوف مع الحكومه امام التحديات، هيكون هو العامل الرئيسي للتغلب على هذه التحديات. لما انا بشرك المواطن في المشكله اللي موجوده او التحدي اللي موجود وبطرح الحلول، المواطن سيسرع. الشعب المصري دايما الحقيقه لما بيجد ان في صراحه وشفافيه ووضوح وبيشارك في المشكله بيصبح مسؤول عن حلها ايضا، وبالتالي هيكون في هذا المجال مؤثر جدا في سرعه حل المشكله والترابط ما بين الحكومه وبين المواطن المصري. صحيح. بالنسبه الانسان بناء الانسان المصري، الحقيقه كان هناك ايضا تصريحات قويه جدا من معالي وزير الاوقاف الدكتور اسامه الازهري لما قال ان الخطاب الديني سيكون خطابا متطورا من حيث الخطاب الوسطي، ثم لجا الى كمان ايضا خلق التوعية الثقافية والتوعية الإنسانية عند المواطن المصري، خلق شغف عنده للعمل، خلق شغف عنده للتعليم، ودي الحقيقة الحاجات اللي احنا شيء مهمة جدا، لأنه بناء الإنسان المصري ده أحد العناصر المهمة كمان بالإضافة للتعليم والصحة وهي الثقافة. صحيح. احنا دلوقتي كمان يعني الحكومه بتسعى بشكل كبير لحل مشكله الكهرباء وضبط الاسواق وكمان ارتفاع الاسعار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا رئيس حزب المصريين الاحرار عصام خليل، كنت معنا هاتفيا.